رح نروح لأولى محطاتنا لليوم. كثير من الناس بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم لسنوات طويلة دون أن يشعروا بأي من أعراض ضغط الدم، مما يؤدي لزيادة احتمالهم بإصابة بمشكلات أخرى صحية مثل النوبة القلبية، السكتة الدماغية بسبب تطور ضغط الدم المرتفع على مدى سنوات طويلة. نحكي أكثر عن ارتفاع ضغط الدم، الأسباب، المشكلات الصحية الناتجة عنه، كيفية السيطرة عليه. كل هالمعلومات رح يعرفنا عليها الدكتور بشار يارد، اختصاصي بأمراض زراعة الكلى وضغط الدم وغيرها. أيضا يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، يعطي العافية. يسعد صباحك دكتور. الله يسلمك. يعني ارتفاع الضغط بشكل عام هو صاير شائع جدا بمجتمعنا، بس خبرنا شوي عنه كمصطلح، شو هو كمصطلح طبي، وايضا شو هي الاعمار اللي ممكن يصيبها؟ بالنسبه لارتفاع الضغط الشرياني يعتبر من الامراض الشائعه، يعني هو مرض السكري تقريبا بيغطوا اكثر من 25% من الامراض. صح. اذا نعرف، لازم نعرف انه كل واحد من اصل 4 ذكور ممكن يعاني من ارتفاع توتر شرياني، او كل واحده من 5 اناث ممكن تعاني من ارتفاع توتر شرياني. هلا الشيء الثاني، للمريض مع ارتفاع توتر شرياني لازم يكون في قياسين للضغط باول زياره طبيه وقياسين في زياره ثانيه وبنفس الوقت حتى نقول هذا مريض ارتفاع توتر شرياني. يعني لا يمكن من قياس اول نقول هذا مصاب بارتفاع توتر شرياني. بالتعريف شو يعني ارتفاع توتر شرياني؟ لازم نعرف انه الضغط الطبيعي لازم يكون تحت ال 120 ملي متر زئبقي او بالعاميه بنقول 12، والضغط الانبساطي لازم يكون تحت 8 او 80 ملي متر زئبقي. هلا اذا الضغط صار اكثر من 120 لل 139 و140 139، والضغط الانبساطي صار بدال 80 89، معناته نحن قدام انسان مهيئ ليصير معه ضغط شرياني. هلا اذا تجاوز الضغط 140 لل 159 والضغط الانبساطي من 80 ل 89، فمن الدرجه الاولى من ارتفاع التوتر الشرياني، هدول لازم يبلشوا معالجه. الدرجه الاشد لما بتجاوز ال 160 او 100 انبساطي، 160 ملم زئبقي انقباضي او 100 انبساطي، فهذا صار اسمه ستيج 2 او الدرجه الثانيه من ارتفاع التوتر الشرياني، وهذا موضوع جدي. فهي بالمختصر تعريف ارتفاع التوتر الشرياني. طيب دكتور، سألتي على العمر حضرتك، على الأعمار اللي ممكن أنه تصيبها أكثر شيء. هلا ما في عمر محدد لارتفاع التوتر الشرياني، ممكن يصيب الأطفال، ممكن يصيب الشباب، ممكن يصيب الكهول، ممكن يصير كبار السن. هلا متوسط الأعمار متعارف عليه هو عند الكهول، يعني 40 وما فوق، بس لا يعني أنه ابن 20 سنة ما معه ضغط أو طفل ما عنده ضغط. لازم كله هذا الاستقصاء يكون جدي وبشكل يعني مسابر عليه، لأنه موضوع الضغط ما أنه مزح يعني. طيب دكتور، بدي أسألك سؤال. في كتير ناس بيقولوا أنه نحن عنا وراثة بالعائلة ضغط الواطي، الضغط المنخفض، يعني إيمت ما قست الضغط عندهم، وخصوصا بنلاقيها عند البنات أكثر من الشباب، ضغطهم منخفض، هاد شو يعني؟ هدول بيكون عندهم درجة من المرونة الوعائية، وهي شغلة إيجابية مو سيئة، يعني ميزة يكون وحدة ضغطها. يعني هن مو معرضين بسن معين؟ لا بالعكس، بعوامل خطورة معينة أنه يصير معهم ارتفاع ضغط شرياني؟ لا هدول عندهم مرونة وعائية، وبالعكس هدول أنا بقول لهم بتعيشوا كثير، أنتم ما تخافوا. تمام. أما الخوف من ارتفاع التوتر الشرياني، بس سألتي على عوامل مؤهبة لارتفاع التوتر الشرياني، ممكن في عنصر الوراثة، في ناس بتلاقي بالعيلة عندها ضغط، ممكن مريض سكري، ممكن البدانة الزائدة، أي عناصر مؤهبة، إصابات وعائية، كلها هي بتأهب لها. حالة نمط نفسية الحياة، علاقة؟ نمط الحياة، الستريس، التوتر، فهي كلها ممكن بارتفاع توتر شرياني، ونحن كلنا عايشين بجو ممكن واحد يكون معرض، ولذلك لازم دائما الواحد يراقب هذا الموضوع على الأقل مرتين أو ثلاثة بالسنة يشوف ضغطه. نعم. تفضل دكتور، بدك تزيد شيء؟ كنت بدي اقول انه مشكله الضغط الشرياني انه كثير ناس ما بتعرف انه عندها ضغط، يعني بالصدفه بيكون رايح يزور طبيب، رايح مع رفيقه، رايح مع والدته، بيقول له للطبيب اذا بتريد تقيسلي ضغطي، بتلاقي اكتشف انه عنده ارتفاع توتر شرياني، ممكن لسبب مرضي اخر. ما في اعراض دكتور تظهر؟ فهذول ممكن ما يكونوا لا عرضيين.
في ناس بيشكوا من اعراض الجهم، بصير اقياء مراجعه، يعني بصير صداع، بصير طنين بالاذن. هدول حظهم منيح انه بيعطي مؤشرات. في ناس للاسف لا يكتشف ضغط شرياني عندهم الا بالاختلاطات، مثل ما ذكرتي حضرتك بالمقدمه، احتشاء عضلي قلبي، نقص ترويه قلبيه، نزوف دماغيه، احتشاء دماغ، يعني لم يصير معه شيء كثير خطير لحتى يبين انه هو مريض ضغط. بيجي لعندك بيقول لك انا ما شكيت من شيء. ياما في شباب يراجعونا سنين وايام عم ياخذوا سيتامول للصداع، بيراجعونا بقصور كلوي بنقول له تفضل عندك هلا على الكليه الصناعيه. السيتامول هو ما لا مو من السيتامول، عنده ضغط وفكره عم يجعوا راسه لسبب ثاني وعم يقصف مسكنات، وهي سبب الصداع عنده هو ارتفاع توتر شرياني. فالموضوع يعني لازم نشخص قبل ما نبلش باي علاج حتى لو كان بسيط. نعم. طيب دكتور بدي اسالك، هون حضرتك حكيت هيك مرور سريع عن المشاكل الصحيه اللي المؤهبه اللي هي مثل السكري وغيرها من عوامل الخطوره اللي بتساعد، خلينا نحكي عن المشاكل اللي بتؤدي لما شخص يكون مصاب بضغط دم مرتفع، شو ممكن يصير معه اختلاطات ثانيه وهو ممكن ما يكون حاسس فيها؟ هلا نحن دائما بنقول مين اجى قبل البيضه ولا الدجاجه؟ يعني فالضغط سبق المرض ولا الضغط ادى الى المرض؟ مثلا عندنا بمجال القلب دائما بنقول نحن يعاني من الضغط، يعاني، بينما الكليه هي تقوم بتنظيم الضغط. فممكن يجينا مريض بتعب، بوهان، باعراض نقص ترويه قلبيه، بمشاكل قصور كلوي، مشاكل عصبيه، نقص ترويه محيطيه، اعتلال اعصاب، كلهم كان هذا يكون من اسباب ارتفاع التوتر الشرياني، اذا كنت بتقصدي هذا بالسؤال. نعم. طيب دكتور خبرنا عن عوامل الخطوره لما تخرج عن السيطره، امتى بيكون هذا الشيء؟ هل مترافق مع اختلاطات معينه او ممكن الارتفاع ضغط الدم بحذته بدون اعراض يعمل مثلا شيء خطير او كذا؟ شو هي الاسعافات مثلا الاوليه اللي ممكن الناس تعملها؟ هلا نحن دائما بنقول لما بنكتشف مريض عنده ارتفاع توتر شرياني بنميز بين تاريخ الاكتشاف وتاريخ البدء. يعني ممكن حضرتك اليوم اكتشفتي انه هالانسان عنده ارتفاع توتر شرياني، بس ممكن هذا صار له سنوات عم بيعاني. فهون بتبين بالاستقصاءات، لما انا بجي بعمل صوره صدر بلاقي ضخامه قلبيه، لما بعمل ايكو بطن بلاقي ضمور بالكليه، بلاقي بالمخبريا في ارتفاع بارقام البوله والكرياتينين. فانا داخل هون باختلاطات شديده لارتفاع توتر شرياني. لما بيجي عندي اشعه دماغ، نزوف دماغ، كلها هي يعني عناصر خطوره هاي. هلا قد ما حاولنا بالاخير نسيطر، نحن عم ندخل بارتفاع توتر شرياني مشكلته انه عم يتعامل مع اعضاء نبيله، مع القلب عضو نبيل، مع الدماغ عضو نبيل، والكليه عضو نبيل. فهدول الاعضاء النبيله انصابوا ما بيتجددوا. ولذلك نحن هون دورنا المحافظه على المتوقي من وظائف الاعضاء هي. نعم. وتحسين الحاله العامه. هلا هذا بيصير بالتزام المريض بالادويه، بالتزام المريض بالتوجيهات، بنظام المريض بنمط الحياه، هي ممكن نحكي عنها بعد شوي. طيب دكتور بما عم نحكي عن ضغط الدم هو مشكله خطيره فعلا اذا ما تم ضبطها وما تم العمل عليها بشكل صحيح ممكن تعمل مشاكل خطيره، من لما بيتشخص الشخص انه هو مريض ضغط شو اللي بتبلش معه خطوات ان كان بنمط حياته وان كان بالادويه؟ هلا نحن قلنا مثلنا بعد 4 قياسات للضغط الشرياني خلال زيارتين طبيه وقررنا انه هذا المريض معه ارتفاع توتر شرياني، ناخذ الاسقاطات، ما نحن في عندنا زمر دوائيه، مجموعات كبيره من الادويه، ناخذ بنحطها براسنا، بنحط عمر المريض، بنشوف المسببات اللي ادت للقصور الكلوي الزهري. نحن مثل ما بنعرف ارتفاع توتر شرياني نوعين، نوع اساسي اللي هو 90%، يعني قد ما دورتي على اسباب ما بتلاقي بس بتدفعي ثمن اختلاطاته. والنوع الثاني اللي هو الثانوي ممكن يكون بسبب كلوي او غدي او وعائي، يعني اضطراب تشوه بالاوعيه، او سبب غدي مثل كاشينج، مثل في كروموسايتوما ورم قتاميني هذا بيطلع بالكظا، او القصور الكلوي. القصور الكلوي ضغط فيه نوعين، اما باوعيه الكليه اللي فايته عليه فيها تشوهات، او بالكليه نفسها افات الكلويه كلها بتعمل ارتفاع توتر شرياني. نحن متى ما حددنا موقعنا هون وين نحن، اذا قدرنا نحدد قدر الامكان سبب ارتفاع التوتر الشرياني بنروح على هالزمر الدوائيه. هلا ممكن الزمرة الدوائيه نستخدمها عند شاب عمره 30 سنه، غير ابن 50 سنه، غير ابن 70 سنه. فهون نحن بننتقي الدواء بشكل ما ياثر على سلوك المريض، على حركته، على نشاطه،
على حي اجتماعياته. يعني في أدوية ضغط تعرفي تعملوها، في أدوية ضغط تعمل أرق، في أدوية ضغط فيها كثير مضرات كمان بنراعي نحن المريض إمتى بتواجد بالبيت إمتى بيطلع من البيت وهكذا. نعم دكتور، دائما النظام الغذائي مرتبط بأي مرض أو عرض بيصيب جسم الإنسان. خبرنا عن ارتفاع ضغط الدم، شو المسموح من الأطعمة شو الممنوع حتى ما يزيد معه الضغط؟ لأن احنا قلنا علاج الضغط نوعين، اللي هو نمط السلوك الاجتماعي والأدوية. هلا بدنا نشتغل على نمط السلوك الاجتماعي لايف ستايل اللي بسموها قبل ما نشتغل على الضغط. مثلا المريض اذا في وزن لازم نحاول نخفف وزنه، في سكري لازم نضبط السكر، في قلق حاول يطلع منه بالرياضه بالمشي بتغيير نمط الحياه اللي عايشها. اذا بيعتمد بتعرفي نحن عندنا كثير مهنيين بيطلع من البيت الساعه 7 بيجي الساعه 5 بعد الظهر بمضوها بالورشه على ساندويشه فلافل ومدري شو هالشغله، هي كلها بده يحاول الواحد قدر الامكان يغير من نمط الاكل، يعمل توقيت للطعام بشكل منظم، يكون الاكل خفيف من الدسم من الشحوم، لانه ممكن كثير احيانا مع ارتفاع التوتر الشرياني نشوف في مرافقات مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الجلسيريد كمان بننصر عليها تماما. فهي اللايف ستايل اذا تغيرت، تمارين رياضيه، حميه طعاميه. هلا موضوع الملح هون ننصح بالتخفيف من الملح وليس الامتناع عنه، لانه الامتناع عن الملح نهائيا كمان له مشاكل في يود. في شغله ثانيه، استخدام المضرات البوليه والطريقه اللي بنستخدمها بشكل خاطئ. مثل هلا نحن بلادنا بالصيف كثير شوب، فاللي بده يستخدم مضرات بوليه بده ينتبه ما يطلع ما يتعرض للشمس، ما يتعرض لحراره عاليه خاصه كبار السن. فانا بقول لهم عندنا بالصيف مضر طبيعي، لما بنجي بنضيف عليه كمان مضر دوائي قد ايه بصير في مشاكل واضطراب شوارد عند المرضى. هي موضوع المضرات بدنا ننتبه له. نعم. طيب دكتور، خلينا بشكل عام اليوم نحكي في كثير عادات صحيه متوارثه، يعني انه مريض الضغط مثلا لا تاكل هي الاكلات، المعروف للعموم بشكل عام الملح بيزيد الضغط، وفي ناس عندها احتباس سوائل فبتاخذ مضرات بوليه، في ناس يعني في كثير خليني اقول شغلات شائعه بنسمع عنها. خلينا نحكي المعلومات الصحيحه بالنسبه للغذاء المرافق لمرضى ضغط الدم العالي. لا مثل ما حكيت قبل شوي انه اذا مريض ارتفاع توتر شرياني اساسي رغم كل الاستقصاءات والدراسات ما شفنا عنده سبب لا كلوي لا غدي لا وعائي، فهذا عمليا المطلوب منه اكل معتدل، حمية من الملح، تغيير نظام حياته، يعني ينام بوقت معين، في بوقت معين يحاول يمارس رياضة المشي على الأقل، ما يتعرض لأشعة شمس، وقت مضرات يحس إنه جسمه جلده نشف معناته هو فقد زيادة من السوائل، لازم يعيد التوازن، يأخذ سوائل، يشرب مي يعوض، يعني سواء مي أو شاي أو زهورات أو هاي الشغلة. فهي تغيير نظام الدواء والالتزام بالدواء. بدنا نفهم شغله انه ارتفاع التوتر الشرياني عندما يشخص فالدواء مدى الحياه. مدى الحياه تمام. يعني ما في مريض يجي يقول والله انا اخذت الدواء لا دكتور ضغطي منيح فيني وقف الدواء، لا نحن اخذنا الدواء لنسيطر على الضغط، فانت ما بصير توقفه، هذا بده يستمر مثل السكري بده يستمر على طول. فالعلاج التوتر الشرياني علاج مستمر ودائم نعم. هي كثير مهمه نفهمها. بعدين في شغله كثير مهمه انه مريض الضغط ما يدوج، والله رحت تلاقي مريض جاي زاير 4-5 دكاتره، والله رحت لعند هذا الدكتور اعطاني دواء ما استفدت رديت، رحت عند هذا الدكتور رديت. ارتفاع التوتر الشرياني العلاج فيه مثل ما قلت في تصنيفات دوائيه بدنا ندخل فيها انت وحظك، وفي ناس من اول دواء بيستجيبوا، في ناس تضطر تضيفي دواء ثاني، في ناس ممكن تضطر تروحي لمجموعه دوائيه ثانيه. في عندنا مرضى لو سيطرنا على الدواء تبعهم بيضطروا ياخذوا 3-4 ادويه ضغط، فما لها مشكله، خاصه اليوم شركات الادويه عم تراعي هذا الموضوع، في خافضات ضغط علبه الحبه فيها ثلاث مواد طبيه، ثلاث ادويه. فيعني كثره الادويه، المهم ما يكون في تضاد وما يكون في دواء عم يتاخذ يتعارض مع الحاله الصحيه للمريض. يعني مثلا اذا في قصور كلوي في أدوية معينة ما لازم تنعطى، إذا في قصور بالعضلة القلبية في معينة خافضات ضغط كمان ما بصير تنعطى. نعم. فموضوع انتقاء الدواء هون تلعب الخبرة، هون تعاون المريض. المريض لما بحس إنه عنده مشكلة ما لازم يحمل حاله يروح لعند زميل تاني، كل الناس خير وبركة، مفروض يرجع لعند طبيبه ويسأله ويستفسر منه، تكون في علاقة علاجية صحيحة.
نعم دكتور. طيب هلا خلينا نحكي عن الناس اللي ما عندهم ارتفاع ضغط بس حابين دائما يكون في عندهم وقايه من الاصابه فيه، شو النصائح اللي بتعطيهم اياها حتى ما يصير مع الانسان ارتفاع ضغط بعيدا عن انه هو وراثي بعض الشيء عن بعض العالم؟ هذا سؤالك حلو، هذا من اول باينته زلمه بحب الحياه مضبوط. فهذا سهل يسمع النصائح انه يمارس الرياضه، يطلع من جو القلق، يطلع من جو ستريس، يعلم حاله ما يكتر ملح، ما يرش ملح، ما ياكل اكلات فيها كثير دسم، ما ينزل كل يوم على الميدان ياكل مقادم ما عاد حدا نزل على هالغلا كوارع. فهي والرياضه والمشي، المشي هو والسباحه اهم انواع الرياضه. نحن الرياضات الشديده النطوطه والقفز هي بتعرفي بترهقها للكليه، خاصه انه الكليه عضو متحرك بيطلع وبينزل بالتنفس. فالرياضات المريحه هي المشي والسباحه اهم شيء. طيب كمان دكتور خلينا نعرف منك هيك شويه نصائح عن قياس الضغط. هلا صرنا نشوف في عنا اجهزه صارت متطوره بديل عن الاجهزه التقليديه اللي كانوا يستخدموها الاطباء بالعيادات اللي هي الاجهزه الالكترونيه، مدى صحه الرقم اللي بتعطيه المؤشر؟ في كثير ناس بتقول هذا مو دقيق، خلينا قديم اللي كنا بنسمعه بالاذن مع دقات القلب. قديه صحيح استخدامه وقديه بتشوف في فرق بينه وبين قياس الضغط العادي؟ هلا في مثل بيقول اللي ما له قديم ما له جديد. فنحن بالكلاسيك بالحياه اليوميه وبالعيادات الطبيه ما زلنا نحافظ على القديم اكيد على القديم، ولكن باجهزه الاعداد دائما هي اجهزه اكثر حساسيه من الاجهزه اللي بتعامل فيها المريض بالمنزل. خلينا اول شيء بالكلاسيكي، نحن المفروض لما بنقيس الضغط الشرياني تكون الايد كلها مكشوفه، وهي ظاهرة رفع الأواعي كثير ظاهرة خطأ، يا غلط يا بتعري الكم الإيد يا خلي الأواعي بس دم يعني مو لأنه وقت ترفعي الأواعي معناته أنت ساويتي تجميع للأواعي، هون بتجي بتحط الكم واطي، فلازم أنت لما تحطي كم الضغط تقولي له المريض حرك إيده يكون عم يقدر يحرك إيده. هون بهالحالة بتقيسي الضغط الصح، بدك تحط الشريان السماعة على الشريان بشكل صح، يعني هون اي قياس الضغط الطبيعي لازم من لما تحطي الكم ايدك تقدر حره، مجرد ما نحط الكم هي معناته انت حاطه خطا. نراعي موضوع قطر الكم، يعني انا ما فيني اقيس ضغط عند طفل بنفس العرض الكم اللي بيقيسه عند كبير، كمان للاطفال الى، ولذلك بتشوفي بالعيادات في طقومه للقياسه. هي بالنسبه للكلاسيكي. كلمة زئبقي وهوائي هي ما لها علاقة، لأنه حتى الزئبقي لازم يكون ثابت ما يكون متحرك. الناس بتفضل أن المرضى بالبيوت اللي بدها تراقب ضغطها تستعمل الهوائي لأنه مرن أكثر، زئبق ممكن يقلو بدك وضعيات معينة. نرجع للأجهزة الإلكترونية. هلا الأجهزة الإلكترونية مثل كل شيء بالسوق في نوعيات. هلا إذا مريض كبير بالعمر عنده تصلب شرايين النبض تبعه بيستعملوا هاي الأجهزة بتنحطهم غالبا ما بتعطي قياس دقيق. وإذا اللي بيستعمل جهاز ضغط هذا يعتبر شخصي، يعني ما بصير أنا أقيس ضغطي رد أعطيك إياه رد تاخذيه حضرتك، لأنه بيعطي قياسات خاطئة بصير. هدول مشكلته إنه لازم تطفيه للجهاز وتنطري عليه فترة بعدين ترجعي تستعمليه مرة ثانية. يعني مباشرة من إيد مريض لمريض لمريض بالواحد بالبيت يلا قسك ماما رح قيس لإلي وقيس تمام يعني عيدي بعد نص ساعة بتشوفي غير قراءات. فأنا دائما بفضل الإلكتروني اللي بيعتمد على الشريان العضوي، يعني نص كلاسيكي ونص موديل. هدول إذا بنستعملهم نستعملهم لصغار العمر أو لمريض ما عنده سكري ولا تصلب شرايين ولا بدانة شديدة، لأنه هون بتعطيني قياس. حتى أنت بتحطي إيدك على النبض ما بتجي تصير مضبوط، صح؟ فهذا الموضوع لازم نراعي فيه. انبسطت بهالسؤال عم نقيسه. طيب دكتور اينو الاخطر فئه عمريه يكون عندها ارتفاع ضغط دم، الصغار او الكبار؟ عفوا ما انتبه، اينو اكثر خطر يكون في عندهم ارتفاع ضغط دم، الصغار او الكبار؟ يعني بنشوف مثلا الشباب دائما بيقولوا دائما الامراض بالشباب ممكن تعمل طبعاً خطر. طبعا ارتفاع توتر الشرياني عند شاب صغير بالعمر اكيد في وراه افات عضويه، يعني في مشاكل وراء غير الكبار الكهول اللي فوق الخمسين سنة. يعني عند الشباب دائما بدنا نبحث عن مثلا احنا مثل ما ذكرت قبل شوي انه ارتفاع توتر شرياني عند شاب كلوي حتى يثبت العكس، يعني دائما في شيء عضوي، وخاصة عند الصغار التهابات الكبد والكلية، التشوهات البولية، المريض اللي بكلية وحيدة، مريض عنده
ضيق الشريان كله، دائما الارتفاع توتر شرياني عن صغار السن، إشارة استفهام، ما لازم نستكين عن استكمال الدراسات لإله لأنه ممكن ننقذ ما تبقى أو إساته بداية حياته، يعني ننقذ له مستقبله. فهذا موضوع جدي جدا. أكيد. طيب بدي أسألك سؤال دكتور، وهو عن الإسعافات الأولية. يعني إذا أنا عندي شخص كبير بالسن بيعاني من عدة أمراض مع بعض، مثلا مثل السكري، ارتفاع ضغط دم شرياني، ما عندي هي الخبرة الكافية لأعرف شو الحالة اللي هو عم بمر فيها، بس من مجرد الأعراض في ناس بنلاقي مثلا بيتسببوا عرق، مثلا بيجي حالة هبوط معين، بيقعد ما عاد بيقدر كتير ياخذ نفس، شو الإجراءات لازم أعملها لحتى أعرف هو عم بمر بشيء له علاقة بالضغط، هو عم بمر بشيء تاني مثلا ممكن يكون له علاقة بالسكري، شوية نصائح للتعامل مع مثل هذا النوع. حضرتك عطيتي نص الجواب. يعني هالمريض اللي صارت معه الحالات، يا ترى هو مريض سكري، مريض ارتفاع توتر شرياني، اوقات بيكونوا مع بعض، مريض بياخذ خافض ضغط ممكن يعمل هبوط ضغط انتصابي، في كثير ادويه ضغط تاخذيها مع احلاكي، اذا بتفزي بسرعه بتعمل لك هبوط ضغط انتصابي، تلاقي مريض وقع حواليكي. اهم شيء انا بقول كل مريض بهالمركب عنده اكثر من جهاز مصاب، انه يكون عنده بالبيت وسائل اسعاف اوليه وعلى راسها جهاز ضغط شرياني، انه يتعلم دغري يقيس ضغطه ويشوف ضغطه يا ترى متعرض هو لهجمه هبوط ضغط ولا لا نوبه ارتفاع توتر شرياني. هلا اذا نحن عندنا نوبه ارتفاع توتر شرياني بدنا ننتبه كمان ما ننزل الضغط بسرعه، لانه ممكن كمان بالحالات اللي في اخطاء شائعه انه اذا مريض راح على المستشفى قاسوا ضغطه 23 دغري بيعطوه ادويه تنزل ضغط لل 15 16، هذا ممكن يعرضنا لنزف دماغي، لوهد دوراني، لمشاكل. فتنظيم الضغط كمان بده يكون تنزيل الضغط بالنوبات بده يكون متدرج وببطء وعلى مراحل لنصل للشيء اللي حكيناه بتعريف التوتر الشرياني، ارتفاع التوتر الشرياني، انه الضغط ما يتجاوز رقم 120 ملم زئبقي او 80 ملم زئبقي او 12 على 8 مثل ما الناس بتحكي. نعم، يعني نحن بنتمنى الكل يكون صحة جيدة وما يرتفع ضغطهم أبدا، كله رواق، معلش تحمل الله في الفراش. بس هيك ملاحظة صغيرة، بيجيك مريض على العيادة بتقيس الضغط بتلاقي 17، والله يا دكتور يمكن لأني جاي ماشي أو جاي تعبان، لا هذا الحكي مرفوض. يعني القلق والستريس إذا مريض ما عنده ارتفاع توتر شرياني ما بصير يكون زايد عن 10 15 مليمتر زئبقي أو بالأحرى درجة ونص، أما بيطلع زايد 6-7 درجات فهذا مريض ارتفاع توتر شرياني. طبعا. هذا لازم يتراقب ويتعالج فيما بعد. نعم دكتور، رح نتشكرك على كل المعلومات المهمة اللي قدمت لنا إياها، شكرا لك وإن شاء الله هيك يومك حلو. شكرا لكم وإن شاء الله نكون عملنا شوية إضاءات على موضوع كتير مهم وموضوع يوميا نعمل معه. أكيد. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وفعلا انت اعطيتنا ملاحظات يمكن للمره الاولى نسمعها، بنتمنى الكل يكون استفاد. حاولنا نكون قريبين من الناس اكثر، يعني ما عم نحكي للاطباء عم نحكي للناس. أكيد. شكرا لك. الله يسلمك. اما هلا سلمى